السلام عليكم متابعي القناة، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم سنقوم بفحص هذه الخلية بعسلة، هاي العسلة، فصلنا العسلة ونحن نستعمل حاجز الملكات. ربما سننزعه لأن صديقي النحل كان يستعمله من قبل وما يعيق حركة النحل، ما زال النحل لم يكمل بناء بعد. الآن سنقوم بفحص الخلية. يمشيوا الدقائق كونتور ويمشي يمشي هذا اللي ناحيه الحضانه والكونتور هو درت وانا مبني ناحيه من فوق هبطوا تحت ناحيه الحضانه ناحيه زوج قلبت واحد يعني. ناحيه زوج قلبت واحد نهار تاع ريح الريح قويه ها يسيح العسل لو يسيح. هاي البيوت هذه اللي فرخت هذه هي هاي البيوت هذه اللي امامكم هاي الخلية عام البيوت يعني هي التي قامت بالتطريق الطبيعي ها هم خرجوا منها بيوت محلولة منها وهذا لذلك يعني الخلية الايام القادمة ان شاء الله اذا خرجت الملكة الاصلية من الخلية يعني هناك ملكة عذراء ملكة العذراء راح تطول مدة تلقيح وبالتالي الخلية ستضعف في الأيام القادمة إن شاء الله تكون شوية تضعف إلى غاية ما تتلقح الملكة العذراء إطار به حضن ذكور هاي حضن ذكور هاي البيوت لازم للنحال دائما يخرب البيوت خاصة الخلية التي تقوم بالتطريد لأنها ستواصل التطريد مهما يعني يجب علينا فقط نزع البيوت قبل ما تقوم بالتطريد مرة أخرى أغلب شوفوا الذكور كثيرة جدا هاي الملكة خرجت هاي الملكة ملكات يعني راه ما شاء الله هنايا عند خونا حمزة ملكة راني طايشو بيا قليل ملكة راني طايشو وحنا ما عندناش خير وحده باهي برك وحاضر ناظر ها الله يا حمزه كبيك شنو تجري ها تجري كبير غير دوختني ها وقفص خلي هنا ها وقفص باش نديرو به خلي كثر عليا دور هاي ها ما تخدرش في دقات الصندوق المهم يجب الانتباه للبيوت حتى لا تقوم به خرجوا خرجت هاي ها وهنا ملكات خرجت شوفوا الاطارات هذا كذلك الحضانة عام البيوت اعطيني الدخان دقيقة شوف تاور البيوت شوف البيوت بيوت التطريد شوفوا البيوت هم خرجوا ها ورا خرجوا ها ورا واحد راح تخرج ديرها في بيوت خرجت هاي راح تخرج بيوت تتأهب للخروج خرجت عام البيوت هام البيوت تطريد يعني طيب الملكة هاي يعني ملكة طيب دخل ديرها فيها اوكي عذرة هذه عذرة هذه تاورة شوفوا تطريد يعني مشكل كبير تطريد هاي ملكة هاي ملكة مش مباشرة ما توليش صندوقها تحتمت شوف اقتلها نحي ولا اقتل بالك تروح ما نخليهاش نحل تدخل ما نخليهاش نحل هاورف قرنيها مزال فيها حضانه هذيا مزوجه قول مزال فيها حضانه قليله على بالك الملكه عندها وقت دور مني فيها نصيبها الملكه عندها وقت كيف عندها وقت تولد فيها عندها وقت ملي دير التصريح خلي عندها ملي دير التصريح تسمى بيوت راهي تخرج اليوم عندها 16 حضانه خرجت هذا بيت رائع هذا ما شاء الله هذا بيت نعم ثلاثة ولا أربعة خيرات هذاك مليح هذاك هذا بيت هام بيوت هام ما شاء الله على وشك الخروج ما باش ندير حطهم من بعد خرجوا من بعد شوفوا لهم الله بارك الله
هاي خليه ما زلت فيها كثير ان شاء الله. وبالتالي يعني ممكن حتى تزيد تقوم بالتطريد مرتين ثلاثة إلى أربع مرات في اليوم. في الساعة هذه تاع في الساعة هذه ساعة وقول لازم نجيب صنادق يا حمزة أنا. هاي ممكن قول يا حمزة. ها ماشي صنادق خارج نحي يوم ساي ما كاينش حمزة هذا كون كم تبعوا معه جيب صنادق تعمرهم جيب صنادق أنشطة كاميرامان كاميرامان راه راقد كاميرامان راه في سبات خرجت خرجت شوف 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 الذكور بكثرة يقدر تكون هنا كاينين حضانات خرجوا راحوا مشاوا راحوا ها هو شوف شوف الملكات ما كاين لا تطعيم لا ذاك لا والو تدريد برك لا تطعيم لا تحضير الملكات لا بيوت بيوت الله يبارك ما شاء الله بيوت وجدة هاي الملكة الحية مازالت يعني هاي في وقت الخروج هاي الرسالة هاو هذه البيوت هذه مازالت يومين او نهار تخرج تحضير الملكات نحوية التلقيح الملكة تقسم مباشرة فقط التطريد هذيك باهية اللي فيها دير واحد خاطر كون كل هذاك الغذاء الملكي ايه هذا راني غذاء ملكي ولا هذيك عصفور يمكن تبدا في الشهر اليوم هاي ها هاي باهي والله ها وراها هاي وحده مليحه وراها بصح البيوت صاي هذاك نحيم نحيم ايه ما يعاودوش يبنيهم هاي فيها ملك هاي ملك هاي مازالت مسكين مازالت شوف هنا حطها نحيلها ذنبها ذنبها انها ملكه تجي ملك في بلاصه شوف الملكات قولها حمزه تجي في ملك ملك في بلاصه ما يستعمل ملكات خيانة العظمى او الاطار الان نزعنا له الاطار اصبح صافي مازال فيه شي حضانه التطريد وبدا يخزن العسل يعني الخليه راهي تخزن العسل نقلبوها هي في فتره يعني حرجه كثافة النحل رائعة اليوم القادمة إن شاء الله كثافة ما شاء الله ولكن لو نزيد ونخلي عالية. البيوت لو نترك يضعف. البيوت سيضعف مرة أخرى يضعف كيف كل حضانة فيها شاهد ركز ركز شوف على البيوت شوفوا البيوت هنا مخرب قدم شوف عصام هنا تشوف البيت هذا مخرب على الطرف معناه أن هناك ملكة خرجت هي الأولى وقامت بتخريب البيت أو النحل. والله يا هذه غطابو. مازال. الآن يعني بعد فحصنا للخلية، الخلية من الأسفل يعني في صندوق التربية شوفوا كمية أو عدد البيوت التي هي في صندوق التربية. سأقوم بإضافة. إضافة إطار شمع أساس أو إطار شمع أساس للخلية. هذا هو مشكل التطريد الطبيعي يعني مشكل كبير جدا الخلايا تضعف الحضانة تصبح غير موجودة النحل يميل إلى تخزين العسل وهذا مشكل كبير جدا الآن سنواصل يعني 10 ها راح نشوف برك جالي الفحص ماهاش جاهلي نشوف الفحص هذا برك أروح أضرب دخان أه؟ ما عندكش كما ما عنديش عندي غير العتلة عندي في الدار عندي ما نهزهاش نخدمش بها انا نخدمك شوف اللي هو ما نخدمش قفازات وما نخدمش بها شوفوا يعني هذا الاطار هذا لم نفحصه انظروا يعني شاهدوا ما شاء الله حضانه كبيره ملكات كثر بيوت ملكيه كبيره جدا شوفوا ما شاء الله شوفوا شوفوا حجم البيوت سنرى مع بعضنا البعض سلالة مليحة هذه مفيد يعني هادئة بالنسبة لما نراه في النحل التلياني أو التلي في شمال إفريقيا سلالة ما شاء الله هادئة يعني ليست بالسلالة الشرسة الإطار هذا مملوء بيوت ملكية ما تخافش ما تخافش دير نفرض لك العيا على بالك قول بقات فيا الريحة كان شاهدوا أو العسل شاهدوا بيوت ملكية شاهدوا بيوت ملكية من هذه الجهة هاي صور صور شوفوا انظروا
بيوت ملكية. شوفوا ما شاء الله. شوفوا البيوت. هذا مفيد صلاح مزوجنا. اسمو به. يا محمد حطوا هنا حوض كمية شريفة حطوا فيه. إلى تقسم أنا هذا كريم ملكيت. حفرة مفيدة. يقول حمزة ديو معنا وروح. دي خرجت ها. دي حوض. دي حوض. هاي مين. دي حوض. يقتلها ولا شو؟ هاي تولي تحنا. هاي نحل يقتلها نخليها. شو ما تخرج لنا فرخة. هاي مين. آه صاي. آه. لا خرج خلك تلها قلت شطرة شو قتلها قد نجمعهم هنا خلي هذه التي في التطريق الطبيعي وضعنا لها إطارين شمع أساس ورفعنا إطارات للعاسلة لو كانت الخلية قليلة الكثافة كنا سننزع العاسلة ونتركها ولكن الخلية ما شاء الله كثيفة جدا وهذا ما نشاهده هنا لذلك يجب أن نرجع العاسلة ولكن بدون حاجز الخطأ كان من صديقي أنه وضع الحاجز مبكرا مما جعل النحل ينضغط في صندوق التربية الآن سنضع العاسلة يعني لأن الحاجز ما زال يعني وقت الحاجز أخوك مبتدئ يا أخ مفيد على ذلك أضرب لها الطخان تولي هنا أخوك مبتدئ أضربها هنا رأي تشلفت هذه العاسلة لأن النحل مكتظ يجب وضع العاسلة في هذه الحالات هذا هو الحاجز هذا ما تجيش دير تطريب إن شاء الله تجيش نحن البيوت سيئة. نزعنا البيوت نزعنا الحاجز لأن الحاجز ركبناه مبكرا وبالتالي هذا مشكل كبير شوفوا ما شاء الله تصور هنا مصور ما شاء الله كثافة النحل رغم أن الخلية قامت في التطريق هذا ما يدل ثلاث طرود في يومين ثلاث طرود ما شاء الله في يومين إذن سنقوم بتصوير موضع القطارات ولنا منها نصيب من العسل ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب جميعا ان شاء الله وراكم تسالوا العشور ان شاء الله زدنا اطارين زيدوا لها اطارين كاين في العسل ست اطارات نصف مبني ونصف الاخر لم يكمله النحل بعد يعني رغم انها يعني خليه ما شاء الله ولكن لاحظتم معي كيف ان التطريد يضعف الخلايا خاصه الخلايا التي تكون مهيئه للعسل يعني لذلك ننصح النحال ان يقسم مبكرا او يضع العاسله ويفحص خلاياه شوفوا ما شاء الله ستتلقح ان شاء الله الملكه وترجع الخلية إلى مكانها الأصلي أو إلى قوتها الأصلية الآن نغلق على الخلية دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته